السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم متابعينا الكرام متابعي قناة من الآخر الخلاصة، معكم محمد نور الدين. موعد مباراة منتخب المكسيك الأولمبي أمام منتخب اليابان الأولمبي، مباراة لتحديد المركز الثالث اللي هيحصل على البرونزية، وطبعا إنها هيكون بالفريق اللي فاز على المكسيك والفريق اللي فاز على اليابان. الفريق اللي فاز على المكسيك هو البرازيل، والفريق اللي فاز على اليابان هو طبعا أسبانيا. متابعينا الكرام، مباراة تحديد المركز الثالث بين المكسيك واليابان هيكون عدا بإذن الله تعالى اليوم الجمعة الموافق 6/8/2021 أو 6 أغسطس 2021. المكسيك يواجه اليابان الساعة 11 صباحا بتوقيت مصر وليبيا والسودان، الساعة 12 منتصف النهار أو ظهرا بتوقيت مكة المكرمة السعودية والكويت وقطر والبحرين واليمن والعراق وسوريا والأردن وفلسطين ولبنان. المباراة مع واحد ميعادها الساعة 1 ظهرا بتوقيت الإمارات وعمان، وميعادها الساعة 10 صباحا بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة 9 صباحا بتوقيت جرينتش وموريتانيا. على قناتنا كل المباراة قناة بين سبورتس بريميوم 2 اتش دي أو التانية بريميوم، معلق المباراة أحمد عبده، كذلك قناة الكاس 6 اتش دي أو الكاس القطرية السادسة، معلق المباراة سمير اليعقوبي. ملعب المباراة ملعب سايتاما 2002. اشترك في القناة وفعل زر الجرس لعمل لك الفيديو، ولا تنسى توقع نتيجة المباراة في التعليقات من اللي يقدر يحصد البرونزية، ونراكم في فيديو آخر بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.